Now to a case getting national attention. Lana Clayton pleaded guilty to manslaughter charges for poisoning her husband. She fooled one of the most brilliant men I've ever known in my life. القصة ديال اليوم كتكلم على واحد العنصر منزلي معروف واللي عمر ما كانت عندي الفكرة انه يقدر يكون خطير حتى لهالدرجة. وبما انني ام غادي نولي نرد البال اكثر انني ما نحطوش في اي بلاصة، وغادي يولي من القائمة نتاع الاشياء الخطيرة اللي تبقى بعيدة على الدراري الصغار. عرفتوني مزيان علاش كندوي على التقطيرات ديال العينين، ولكن في القضية ديال اليوم غادي نتكلم بالضبط على فايزين اللي هي واحد التقطيرة كيفاش تستخدمات كسلاح ديال القتل. ما عرفش واش كاينه في المغرب ولا لا، ولكن انا هنا فين تنسكن لقيتها. خلينا ندخلوا في صلب القضيه باش تعرفوا علاش كنتكلم. غادي نبداو بالحديث على ستيفن كلايتون. كل واحد فينا تيعرف واحد الشخص اللي هو رومانسي ميؤوس منه، وهذا الشخص كان هو ستيفن. الحاجه الوحيده اللي معروفه عليه هو انه تيحب الحب. عمركم سمعتوا هذه؟ ستيفن كان واحد الشخص اللي هو مزيان وظريف وناجح بزاف، وكان مهتم بمساعده الاخرين باش يكونوا ناجحين بحاله. كان تيبغي مساعده الشباب على انهم يحققوا الاحلام ديالهم. ستيفن غادي يتولد وتربى في جنوب فلوريدا حوالي عام 1954، وكان واحد الشاب اللي هو طموح وكيتقاتل حتى لسن 30 غادي يتدرب كمحاسب وغادي يأسس الشركة ديالو الخاصة في العلاج الطبي لاستهداف الإصابات الرياضية. والفترة طويلة غادي يعيش ستيفن الحلم ديالو. في العمر ديال 42 سنة كان قادر على التقاعد. تخيلوا تقاعد وبدا كيستمتع بحياته وصافي. غادي يبيع الشركه ديالو اللي كتقدر بملايين الدولارات. كان تينفق بزاف من الوقت الفراغ ديالو في القيام باشياء اللي كان هو تيبغيها، ولكن حتى من بعد التقاعد ديالو ما كانش ستيفن مستعد تماما انه يتخلى على المساعده ديال الناس الاخرين. داكشي باش بقى سنوات كثيره وهو كيعاون الشباب في تحقيق احلامهم على ارض الواقع، واثر على بزاف ديال الناس وهو في الحياه ديالو. دوك اللي عاشروه في حياته كانوا محظوظين لانه كان لهم السند والمرشد، بحيث غادي يوصفوه بزاف من الاشخاص المقربين ليه بلي انه كان كيمتلك بزاف ديال الحوايج اللي كانوا زوينين في الشخصيه ديالو. المهم كلشي كان تيبغيه، وكانوا تيعجبوه الدراري الصغار على الرغم بلي انه ما كانوش عنده، ولكن كان عاجبو الحال انه يكون عم. ستيفن غادي يعطي الحب العديد من المحاولات. كيفاش؟ غادي يتزوج ما مره ما زوج ما ثلاثه ما خمسه سبعه ولا سته ديال المرات، ولكن ما توفق في حتى شي وحده منهم من غير زواجه بلانا كلايتون. فواخا ما نجحوش ليه العلاقات ديالو اللي من قبل، الا انه عمرو ما استسلم في انه يلقى انسانه اللي غادي ينتقل على ودها في 2010 لولايه كارولينا الشماليه. لانا اللي تعرفت عليه عبر الانترنت، وغادي يوقعوا في الحب نتاع بعضياتهم وتزوجوا في نوفمبر من عام 2013، وهنا غادي تكون هي الزوجه السابعه ولا يمكن الثامنه ليه، المهم ما كاينش شي تاكيد. فمن بعد عامين على زواجهم غادي ينتقلوا من ولايه كارولينا الشماليه لواحد القصر على الواجهه البحريه في بحيره ويلي ساوث كارولينا. داك المكان اللي كان زوين بزاف وفيه مناظر اللي كانت خلابه، وداك الشيء كله ديال الرومانسيه، وكان محاط بالطبيعه. كان عند ستيفن بزاف من الفلوس باش انه يعيش في نفس المستوى لسنوات واخا تقاعد. ولكن لانا من ناحيه واحده اخرى كانت باقا كتخدم، هي ممرضه وماشي مجرد ممرضه، ولكن كانت كتمارس هذه المهنه في بزاف من المستشفيات اللي مكلفين بالمحاربين القدام اللي كانت كتعتني بهم. كنظن بلي انه جوده الرعايه والعنايه هي اللي طيحت ستيفن لاول مره في لانا، ولسنوات غادي تقترب عائلته كلها من لانا، وبدا الامر كما لو انهم كملوا بعضهم ولاو سعداء. وحتى في الخارج عند الناس ما كانش علامات على شي حاجه بلي انه كتبين هاد الكوبل راه ما فاهمش اولا هاد الكوبل راه خطا. هادشي اللي تنقول لكم كيتناقض بشده على شنو سال به المطاف في علاقتهم من بعد. لانا هي الوحيده اللي غادي تفهم سبب هذا التحول، وكاين بزاف اللي حنا ما عارفينوش على شنو وقع في الجزء الاخير من الزواج ديالهم. في بدايه يوليو 21 2018، في هذاك النهار مع لوحده نتاع الظهر، غادي تخرج لانا من دارها وغادي تبقى كتجري في الشارع وتشير لواحد خينه اللي كان راكب في شي موتور اللي سميتو جيمس بلاكليدج، وهي في حاله كانت هستيريا. غادي تخبرو بلي انه راجلها بحاجه للمساعده وبلي بغاتو انه يعيط 911 يعيط للطوارئ. ففعلا هو بغى يعيط، غادي تبان ليه بلي انها هربات للدار نتاع جارها في
حاولت الحصول على شي مساعده وحده اخرى وهي كانت كلها مرتبكه ومخلوعه. هذاك اللي في الموتور تيحاول انه يتصل بالطوارئ ولاحظ بلي انه لما لانا مشات عند داك الجار هو غادي يدخل للدار باش يتحقق من بقاء ستيفن على قيد الحياه، ولانا في هذه الاثناء كانت بالخارج ما دخلتش معاه. كنقولوا طبيعي لانه اذا كان شي موقف اللي هو مؤلم في شي دار اللي كتعيش فيها تقدر ما تبغيش تعاود تدخل ليها، ولكن في هذا السيناريو نتاع هذه القضيه كنعتقد انه اي اجراء اتخذته لانا كان معتمد ومحسوب. المهم غادي يوصلوا الطوارئ لتما، ولما دخلوا غادي تلتقط الكاميرات ديالهم الجسم اللي كان باين بلي انه ستيفن طايح في احد الدروج الرئيسيين ديال الدار ديالو ومغطي بواحد الثوب اللي كان بيض. لسوء الحظ ديالو انه كان فات الاوان وتم اعلان ستيفن بلي انه مات لما هما وصلوا. في البدايه كاع داكشي اللي ذكراته لانا على الصحه ديال ستيفن مقارنه بكيفاش لقاوه ميت خلى الامر انه يبان ان الموت ديالو يبان بلي انه طبيعي. فوفقا لانا ستيفن كان تيعاني مؤخرا من واحد الدوخه، وهو امر اللي كان مروع. كانت كتجي واحد الدوخه اللي كانت كتكون على غفله، غادي تشرح بلي انه كان مريض بزاف دوك اليومين الاخيرين وما كانش انه يقدر ينوض من بلاصتو. في هذه المرحله كان من الواضح بلي انها لانا في حاله نتاع واحد الذهول اللي كان شديد، لانه اي واحد غادي يكون هكا في هذا الموقف اللي طرا ليه. لانا قالت في هذاك الصباح اللي كان واحد الصباح اللي هو عادي ما كانش ستيفن مزيان، ولكن فحصاتو مع ديك جويه 11 ولقاتو بلي انه بخير، اللي هي معنيتها كان مسرح في السرير ديالو وعلى ما يرام، ولكن راه ماشي بخير. فهمتوا شنو بغيت نقول؟ المهم هو راه على قيد الحياه. من بعد قررات باش انها تخرج تحش الغازون او لا تتقادو ولا تقطعوا ولاش، المهم مشات تخرج الجرده دير شي حاجه في الغازون، وهذا الامر غادي ياخذ منها وقت طويل، خدا منها ساعتين. فلما رجعت للداخل نتاع الدار غادي يبان ليها ستيفن طايح في التحت نتاع الدروج. ومن بعد طرات القصه اللي عاودت لكم انها خرجت تعيط شي حد انه يعيط للطوارئ. من الواضح انك اذا سمعتي هذه القصه اول مره غادي تعتقد باللي فعلا ما كانش على ما يرام وكان تيعاني من واحد الدوخه وكان وحيد في الدار. غتقول ربما بغى انه يحاول يتمشى ويهبط من الدروج وجاتو ديك الدوخه على غفله وطاح ومات. وعادي انه ستيفن ما كانش بصحه مزيانه وكان كبير في السن، ولكن اجي نديكم معايا قبل بشي سنوات. ستيفن كان مشى لواحد الجزر نتاع البهاما اللي غادي يدير فيهم الغوص، اللي تجاهل فيهم بزاف من قواعد السلامه الاساسيه اللي كيعطيو، وغادي ينتهي به الامر بواحد المرض اللي كان شديد نتيجه الاجراءات اللي كتخاد تما بواحد الشكل اللي هو اساسي اثناء الغوص. فغادي يمشي من الضغط منخفض بزاف للضغط الشديد دون انه يعطي للجسد ديالو الوقت باش انه يتكيف مع داك الضغط. وهذا الامر بالغ الاهميه لانه خاص تكون واحد الفتره نتاع تتحرك فيها بشويه او لا ببطء حتى كيتمكن الجسم ديالك من انه يتكيف مع الضغط المختلف في الماء اعتمادا على مدى العمق او لا السطح. لكن ستيفن ما دارش هذا الشيء وما احترمش هذه المعايير وتلت به بمعاناه من اثار طويله ومرض تخفيف الضغط المعروف ايضا باضطراب اللي تيتحلل فيه النيتروجين في الدم وتتشكل فقاعات ضمن الانسجه بسبب الانخفاض نتاع الضغط ويمكن تكون شديده الخطوره. المهم خلينا من هذه الامور العلميه. من بعد ما وقع هذا الشيء كان على ستيفن باش انه يدوز باشهر من اعاده التاهيل في الصحه ديالو، ولكن ما تعافاش تماما. وكيف قلت لكم من قبل انه ستيفن كان صحته اللي هي على قد الحال، فاعتقدوا نظرا للسن ديالو وحالته اللي هذا الشيء اللي وقع من قبل من المحتمل انه يكون تعرض لواحد النوبه اللي هي قلبيه، ولكن ماشي كلشي اللي عنده نفس الراي او الاحساس. نيك فرانش احد ابناء اخ ستيفن كان ضابط شرطه في واحد المقاطعه اللي هي قريبه، غير هو سمع هذا الخبر اللي شنو وقع لعمو مشى تيجري ليه، وهنا غادي يبدا كيلاحظ شحال من حاجات اللي ما لاحظوهمش شي حد من قبله. في البدايه لاحظ بلي انه لانا عندها زوج ديال الهواتف في الدار وكانت ممرضه، فعلاش ما اتصلتش بال911 راسها؟ علاش اضطرت انها تخرج للشارع وتطلب هذا الامر من شخص اللي هو غريب، وعاود انها تمشي لعند الجار باش انه تطلب منه نفس الحاجه؟ طبيعة الحال في بعض الاحداث الانسان ما تيفكرش بالمنطق، نقدروا نقولوا ماشي مشكل لانه نقدروا نقولوا في بعض الاحداث كتخلي الانسان انه ما يفكرش بالمنطق، خصوصا اذا كنتي متوتر كتكون مصدوم، وهذا الامر يقدر يوقع حتى مع الاشخاص اللي هما عندهم درايه بالمهنه ديالهم، يقدروا ينساو ويرتبكوا في الخطوات الضروريه اللي خاصها تدار في شي موقف. ولكن انا متاكده انه معظمكم غادي يتفق معايا على انه من الغريب والمريب جدا باللي انها
هاد لانا ما اتصلش بال911 بواحد من التليفونات ديولها اللي قرابين ليها، في بلاصه ما انها تمشي كتجري للخارج وتحاول تلقى لشي حد انه يساعدها. هاد الامر غير منطقي وغريب الى حد ما، زعما غادي يستغرق واحد الوقت طويل اذا فعلا كانت مهتمه بستيفن باش انها تنقذو في اقرب لحظه. كما ايضا انه هاد ولد خوه لاحظ بلي انه كان في الدروج واحد السكه اللي كانت محطوطه. غادي نخلي لكم التصويره صحيح باش ما عرفش كيفاش نشرحها لكم، ولكن ما زعجاتهمش انهم يحيدوها من تما. اذا كان شي شخص بالحجم تاع ستيفن طاح من دوك السلالم فكان من الممكن انه يتحرك شي شويه، ولكن هو كان في بلاصته تماما. ستيفن ما كانش مصاب بحتى شي اصابه اللي كتتفق مع السقوط ديالو من على الدروج، فمن المحتمل انه ما طاحش كيف كيعتقدوا من البدايه تاع الدروج. ربما غادي تجي الدوخه حتى دوك الزوج ولا الثلاثه ولا الدرج الاخير، ولكن واخا هكاك تيبان لك بلي انه هادشي غير منطقي انه يطيح بدون ما يتصاب. نيك غادي يلاحظ ايضا بلي انه لما كيتعلق الامر بالسلوك نتاع لانا كان العديد من الاشياء اللي صدمته على انها كانت غريبه. لانا ما قالتش بلي انها حاولت دير الاسعافات لراجلها كممرضه فعلا، او على الاقل دير ليه الانعاش القلبي او الرئوي او لاي حاجه، ولكن هي ما دارت والو، وهذا الامر غريب. الاغرب من هذا انها بدات ديك الساعه كتكلم على كيفيه الرغبه ديالها انها تدفن الجثه ديالو وانها تكون باسرع وقت، بغات تنقلها بدون ما تدوز للمشرحه. قال نائب الطبيب الشرعي انهم غادي ياخذوا الجثه ويديروا بعض الاختبارات حتى يتمكنوا من معرفه السبب ديال الوفاه ديالو بالضبط، باش مرتو لانا تكون مرتاحه في بالها. ولكن لانا ما كانش اصلا مسوقة انها تفهم كيفاش مات ستيفن ولا حتى شنو وقع ليه، بقدر ما انها باغا فوقاش غير يتدفن وهي تهنا. فشافت راسها بلي انها ما قدرتش تقنعهم، غادي تقول لهم بلي انها ما بغاتش الجثه ديالها انها تشرح، لانهم يقدروا يلقاو فيها بلي انه ستيفن كيتعاطى المخدرات وغادي تخسر ليه السمعه ديالو ما بين صحابه وما بين خوتو، وهي ما بغاتش ليه هادشي. ولكن ستيفن غير شي مرات اللي كان كيدخن فيهم هاد العجب، واصلا هو كان تيعجبو بالشاي بارد، هادشي تيقولو ولد خوه، يعني الكلام اللي قالت ماشي منطقي، وحسست انه كل من داير بها باللي انها مشبوهه اكثر في هاد القضيه، وما كانش هذا هو الشيء الوحيد. فلما دوانيك على الاتصال بابن اخ ستيفن الاخر اللي هو سميتو كريس، لانا شرحات باللي انه ما بغاتش باش انه يشوف عمو في هذيك الحاله، ولكن الحقيقة هي أنه كريس كان واحد الشخص اللي هو بالغ ومن حقه على الأقل أنه يعرف شنو وقع لعمه. نيك حاول باش أنه يقنع لانا ثلاثة ديال المرات باللي أنهم بحاجة أنهم يقولوا الخبار لكريس، ولكن ككل مرة كانت كترفض. ولكن نيك غادي يقرر باش أنه كريس يعرف وغادي يتصل به. في هذا الوقت لانا كانت جالسة في واحد الكنابي ديالها ولا الأريكة كتكلم مع الضابط وهي مقلقة، أما في الطابق العلوي كان نيك تيعيط لكريس ودار واحد الحاجة مزيانة لما طلع، حيتاش هنا غادي تلقى شي حوايج اللي أكدوا ليه بلي أنه كانت بزاف ديال الحوايج اللي وقعوا في هذاك الفوق. أولا نيك ما قدرش يتلقى التليفون ديال ستيفن في حتى شي بلاصة، وكان هذا الأمر اللي هو غريب حيت ستيفن كان واحد الشخص اللي ما تيفارقوش التليفون ديالو، فاعتقد بلي أنه غادي يكون فوق من السرير ديالو أو لبلاكارو، المهم شي بلاصة في الغرفة ديالو اللي كان جالس في هذيك الايام. ولكن التليفون ما كان في حتى شي بلاصه وعمره ما تلقاوه ليومنا هذا فاش ندير لكم دابا هذا الفيديو. الحاجه الاخرى اللي غادي يلقاها لما طلع لذاك الطابق العلوي، لقى الغرفه ديال ستيفن اولا ديال عمو، ولانا كانت حالتها ومشقلبه. لانا قالت بلي انه ستيفن كان مريض ومسرح في بلاصته الايام وكل شيء عانى من هذاك الامر، وبطبيعه الحال ما تنقولوا انه شي حد مريض ففعلا كيكون البيت حالته وما منظمش وفيه الريحه نتاع المرض. اولا وقبل كل شيء كان السرير غارق بمعنى الكلمه اعزكم الله بالبول ديالو، وناك خلاه هذا الامر يعتقد ان ستيفن كان متخلى عليه وهو في هذه الحاله اللي كانت سيئه وصادمه، لانه كان مزوج بممرضه يعني مولفه ترعى قدامى تاع المحاربين، واذا لانا كانت كتنعس معاه ولا كتشاركوا نفس الغرفه فضروري انها تعتني به ولو عن بعد، على الاقل كانت غادي تبدل دوك لي زور. اما بالنسبه للتليفون ديالو اللي عمرهم ما لقاوه فكيعتقدوا المحققون بلي انها
تخلصات منه بالعاني او لعمدا، حيت لما ستيفن كان عاجز في السرير ديالو ما قدرش يطلب المساعده، وكيعتقد المحققون باللي من الممكن انها تكون بعدات عليه واحد الايام قبل من الوفاه ديالو، حيت اختو روزي ما قدرتش باش انها تتواصل معاه لايام، وكان امر اللي هو غريب وغير معهود. كريس ابن اخ ستيفن غادي يجي لعند لانا باش انه يتحقق منها ويعرف شنو وقع ويشوف ديك الوصيه ديال عمو اللي خلاها، نظرا لانه كان مكلف بالممتلكات ديال عمو ويعرف البلاصة نتاع جميع المستندات حتى يتمكن من انه يبدا في الاطلاع على الشؤون ديال عمو. ولكن لانا غادي تقول لي بلي انه ستيفن ما كانت عنده حتى شي وصية، هو عارف انه هاد الشي اللي هي كتقول غير تخربيق، لانه علاش حتى ما غاديش تكون عند ستيفن وصية، خاصة مع الثروة الهائلة اللي كانت عنده، وكان ذكي يعني ما يقدرش يخليها من مورا غير هكاك. العائلة ديال كلايتن اللي هي العائلة ديال ستيفن غادي تكتشف من بعد بلي انه لانا حرقت ديك الوصية مع بزاف من المستندات القانونية، ودارت هادشي ببساطة لأنه غادي يضمن لها كزوجة نتاع ستيفن أنها تورث كاع الممتلكات ديالو على حساب القانون ديال ساوث كارولينا. نزيدكم، ما حرقتش غير الوصية، ولكن من بعد زوج ديال الأسابيع للوفاة ديالو لما كانت عائلته دارت ليه واحد بحال شي تذكار ولا شي حفلة عزاء ولا شي حاجة، لاحظوا صحابه وعائلته كيفاش لانا كانت مهتمة كيفاش تخلص من كاع داكشي اللي هو تيخصو ستيفن، وقالت لعائلته انهم يهزوا اي حاجه ديالهم من عنده والا غادي ترميهم في النفايات. وهنا ما كانش يبان عليها باللي انها كانت ارمله حزينه. نيكو كريس غادي يمثلوا مزيان، غادي يخليو الشكوك ديالهم تجاه لانا قدامها غير بالعاني، ولكن وراء الكواليس كانوا خدامين. غادي يتصلوا بالمشرحه نتاع مقاطعه يورك وقالوا باللي انهم بغاو الجثه تشرح نيابه على العائله ديال ستيفن. لانا ما كانتش عارفه شنو واقع، حيت لو كانت عرفات غادي ترفض كيف رفضت في الاول. عالم السموم الشرعي اللي هي ديمي كارفين والطبيبه الشرعيه اللي هي سابرينا غاس غادي يديروا الاختبارات اللي غادي تثبت في النهايه السبب الحقيقي الوفاة نتاع ستيفن، اللي أنا وياكم راه عارفينها. تبين بلي أنه ستيفن كلايتون تعرض للتسمم، بحيث كشفات السموم على مستويات عالية من واحد المادة اللي هي كيميائية كتسمى بتيتراهيدروزولين، كنتمنى نكون نطقتها مزيان. المهم هاد المادة اللي هي واحد المكون أساسي اللي كان في فايزين، هذيك التقطيرات ديال العينين اللي كنت قلت لكم، وهذا المكون ما كاينش في كاع التقطيرات ديال العينين بشكل رئيسي، فهو تيعالج الإحمرار وتيخدم أنه يضيق الأوعية الدموية في العينين، ولكن إذا تكال على طريق الفم بجرعات هي كبيرة فكيسد الجهاز التنفسي وتيؤدي في النهاية للموت. وحيتاش هاد فايزين ما فيه حتى شي لون وحتى شي ريحه وحتى شي طعم، يمكن يستهلكو الشخص بدون ما تكون في راسو. اذا هو تستهلك بجرعات قلال كيؤدي للقيء والاسهال اعزكم الله، ولكن اذا تكال بجرعات كبيره بحال انك تشرب ديك القرعه كلها فكيؤدي هذا الامر للموت. المحققون فاش عرفوا كانوا محتاجين يتاكدوا واش ستيفن استهلك فايزين عن قصد او لا، ولهذا غادي يعيطوا على لانا باش انهم يستجبوها في 29 اوت 2018، حجة انها ما كانش في هذه المشكله او لما كانش مرطه في هذه المشكله، وهي هنا اعتقدت بلي انها فلتات من العقاب. في هذه المرحله اللي غيعيطوا عليها كانوا غير بغاو يعطيوها المعلومات اللي عرفوها ويشوفوا رده الفعل ديالها، ولكن كيفاش هي تجاوبت مع داكشي اللي قالوا ليها كانت واضحه بزاف في هذه المرحله. عرفت انه شريح الجثه داز مورا ظهرها، ولكن اللي ما كانتش عارفه انه العملاء نتاع مكتب التحقيقات الفيدراليه ووكلاء من يورك كان عمده المقاطعه اللي جالس في الغرفه المجاوره كيسمع لشنو غادي تقول لانا. واحد الفتره من الوقت في المقابله كانت كتلعب الدور نتاع انها بريئه وما عارفاش شنو واقع او لا حتى شنو وقع لرجلها، ولكن بمجرد ما جبدوا ليها هذيك الماده ديال تيتروهيدروزولين غادي تغير السلوك ديالها تماما. فبالطبع هي ممرضه وغادي تكون على درايه بهذه الماده الكيميائيه، لكن من الغامض جدا بالنسبه لها انها تعرف بالضبط شنو هي ديك الساعه، ولكن هي كانت عارفه بلي انهم كانوا كيدويو على فايزين، هادشي اللي خلاهم يعتقدوا انها كتعرف شي حاجه اللي مخبيها عليهم. لانا فاش تزيرات غادي تبدا ترد لهم القصه مفصله على ستيفن. سمعوا واش قالت، كتقول بلي انهم من مده ورجلها تيحط واحد القطرات نتاع الفايزين في القهوه ديالو كل صباح باش انه تخليه يكون منتظم مرياح ومرتاح في النهار ديالو، علما انه اذا كان عنده هذا المشكل كاينين بزاف ديال المنتوجات وحده اخرين في السوق اللي يمكن تساعدو على هذا الامر، كاين بحال الشاي المكملات، يعني كاينين خيارات متعدده اللي يقدر يجربها شي حد
قبل الفايزين. قالت بلي انه ستيفن كان تيدير هاد القضية من فترة لفترة، داكشي باش لقاو في الجثة ديالو ديك المادة. واذا ادعت بلي انا كتعرف شنو هو الهيدروزايلين، واش يسحب لكم بلي انا غادي تكون على دراية بمدى التسمم ديالها وكيفاش يقدر يقتل. المهم دغيا غادي تعرف بلي انهم قشعوها وغادي تغير القصه من ارمله حزينه الى امراه تعرضت للضرب. بدات كتشرح بلي انه ستيفن اساء لها لفظا لسنوات، وكان واحد الانسان اللي هو سيء ومدمن مخدرات. المحققين ديك الساعه غادي يعرفوا بلي انه هاد الشيء راه ماشي بالصح، لانهم شافوا التقرير التشريحي ديال الجثه ديالو. لانا بدات كتحس بلي انها في ورطه، وغادي تسالي المقابله مع ان لانا مستاءة وغادي ترجع للدار. ولكن اللي ما كانتش عارفه هو انه المحققين غادي يتبعوها، غادي يدخلوا لدارها ويجلسوا، وهنا غادي تقول لهم كل شيء. من بعد سنوات من سوء المعامله من ستيفن، غادي تعترف اخيرا لانا بلي انها كبت الفايزين كلها في الماء اللي كانت يشرب راجلها. قالت بلي انها ما بغاتش تقتلو، بغاتو غير انه يعاني. قالت بلي انه كانت بغاتو غير يمرض شي نهار ولا يومين باش انه ما يبقاش يضايقها وترتاح من المطالب ديالو اللي ما كانتش كتقد عليها. من بعد اعترفت لانا بحاجه واحده اخرى، قالت بلي انه قبل سنوات من وفاه ستيفن اعترفت لانا بلي انها اتصلت بنايوان وان باش تبلغ انها ضربات راجلها بالكروس بو. حتى نخلي لكم التصويره حيت ما عرفش شنو سميتها بالعربيه. قالت بلي انها ضربته بالطريق الخطا من مورا راسه. وفي هذه اللحظه جاوني بزاف ديال الاسئله في راسي. امر غريب، الشرطه اعتقدت بلي انه فعلا راه ضرباته بالطريق الخطا في المؤخره ديال راسه. سؤالي علاش تيقوها بلي فعلا تكون هي ضربه خطا؟ نقول لكم علاش، حيتاش ستيفن دعمها، وحتى هو كان كيعتقد بلي انه كان غير حدث وبلي ما كاين شي سبب باش انها تقدر تساديه. ولكن في 29 اوت 2018 اعترفت بلي انه ما كانت حتى شي زعما مصادفه، ولكن حاولت فعلا انها تقتلو عن قصد باش تمنعو من انه يسيء ليها. واخا اعترفت في هذه المرحله بلي انها سممات راجلها، الا ان المحققين كيعتقدوا بلي انه القصه مازال ناقصها شي حاجه، شي خيط مازال ناقص. حيتاش كيف كتشوفوا الصوره كتبان لكم بلي غرفه النوم ديالها اللي هي حالتها، وهنا غادي تبدا تجاوبهم على كاع داكشي اللي بغاو. كان من الواضح بلي انه لانا كانت كتسمم ببطء لايام وايام. كانت ديك 3 ايام اللي كان فيها ستيفن مريض وفي الفراش وفيه الدوخه، كانت كل مره بالفعل كتزيد ليه الجرعات نتاع الفايزين باش تسممو اكثر، حتى مات لهداك النهار. اما الهاتف ديالو ما اعترفاش فين دارتو ليومنا هذا، واعتقدوا المحققون لانها لاحتو في ديك البحيره اللي حداهم. مره اخرى اعتقدوا ان لانا دارت هذا الشيء باش ما يقدرش يطلب المساعده، وهو اصلا ما قادرش ينوض من على السرير ديالو. في مقاطعه يورك ما اعتقلوهاش النواب ديك الساعه، حيتاش الامر غادي يستغرق شي ايامات باش انهم يتوصلوا لهاد الاستنتاجات بناء على الاعترافات ديالها. دوك الايام حاولت لانا باش انها تأذي نفسها. الصباح غادي تاخذ واحد الحفنه من الحبوب نتاع منع الحمل، وغادي تشربها كلها، وغادي تشعل العافيه في دارها. لحسن حظها ولا ما عرفت سوء حظها، انه شي واحد من الجيران مشى يطمئن عليها ولقاها وهزها عتقها ديك الساعه، داها للسبيطار ونجات من الانتحار. غادي يقبطوا عليها رسميا في 31 اوت، وتوجات لها التهمه نتاع القتل العمد، وتاكد باللي انها قتلته. بدات العائله نتاع ستيفن في التفكير لسنوات من بعد هادشي اللي وقع، وتسالوا ياك ما كانت دايره هذه الخطه في راسها لفتره من الوقت. مثلا تسالوا ياك ما كان الانتقال لساوث كارولينا معتمد او لا بالعاني، لانه القانون تما تينص انه اذا مات شي شخص كيف ما بغى يكون بدون وصيه، فمرته هي اللي كتشد الورث ديالو كله. ايضا تفكروا كيفاش ستيفن كان تيعاني من نوبات المرض العشوائيه مره الاشهر، وحتى من افضل الاطباء ما كانوش تيعرفوا السبب شنو به. ودابا قبل ما ندخل لكم في الحكم تاع لانا، بغيت نطرق لحاله واحده اخرى اللي وقعت في بلاصه قريبه بزاف، حيت حتى في هذه القضيه غادي تستخدم الفايزين باش يقتلوا شي شخص عن عمد. وهذه الحادثه وقعت غير 3 ديال الاسابيع من بعد فقط ما مات ستيفن، واللي وقعت عن بعد غير شي كيلومترات قلال من شمال بحيره وايلي، يعني حداهم. غادي تقتل واحد المراه اللي سميتها ستايسي هانسكر على يد راجلها. واعتقدوا المحققون باللي انه هذه الحاله كانت مقلده بسبب شنو وقع لستيفن، وتمكنوا بسرعه كبيره انهم يعرفوا شنو وقع لستايسي اللي قتلها راجلها باش يتمكن من انه يشد الفلوس من التامين على حياتها الخاصه. من بعد غادي يحرق الجثه ديالها ديك الساعه، ولكن حيتاش كانت متبرعه بالاعضاء ديالها تمكنوا من انهم يديروا بعض الاختبارات، وقدروا يحددوا انها تعرضت للتسمم بنفس الطريقه نتاع ستيفن. لانا غادي ينتهي بها الامر انها تعترف بالقتل
الغير العمد والتلاعب بالادويه، ولكن باقا كتصرح ليومنا هذا انها ما داتش هذا الشيء، زعما ما نواتش انها تقتله. فحاول المحامي ديالها كيتقاتل باش انها تاخذ شي عقوبه صغيره، وبدا كيجادل باللي انه كانت ضحيه نتاع الاعتداء الجنسي طول حياتها، وعانت من اضطراب من بعد الصدمه من بعد زواجها بستيفن. نهار 16 يناير 2020 تحكم على لانا ب 25 سنه في واحد الاصلاحيه. وصراحه هذه كانت قضيه غريبه، ولكن انا فرحانه لانه العائله نتاع ستيفن تقاتلوا على الحقيقه لما حسوا انه شي حاجه ماشي حتى لهي. وهذا مثال رائع. والاستنتاج من القضيه انه اذا حسيتي بشي حاجه قولها، واذا شعرتي انه كاينه شي حاجه اللي هي خطا يقدر يكون هذا الامر صحيح عندك. وكيف ديما ماكرهتش انني نسمع الافكار ديالكم على هذه القضيه. واش عندكم شي تساؤلات؟ واش بانوا لكم شي ثغرات؟ وقولوا لي اذا عندكم شي تقطيره في داركم حتى نتوما فيها هذه الماده الكيميائيه، وتاكدوا من انكم عفاكم تخبيوها على وليداتكم وحتى الحيوانات اذا عندكم. هذه هي كانت قضيتنا اليوم، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. نتلاقاو بعد غدا، دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.